السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع السنة للإمام العالم الإمام الخلال، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، وما زال يرد على المرجئة، نعم، في الإيمان، وباب الإيمان من أعظم الأبواب. يا أبا عبد الله، وباب الإيمان هو من أعظم الأبواب، لذلك نبدأ بالسنة إن شاء الله. أحمد، السنة. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارضى شفينا وعن والديه والحمد لله والمسلمين. حياكم الله وبياكم. قال الإمام الخلال رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال في كتاب السنة. قال في كتاب السنة قال أخبرنا السلام عليكم قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله وقد كان ذكر أبو عبد الله فقال كان أبوه مرجئا أو قال صاحب رأي. قال أما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان. قال أبو بكر المروذي حدثني أبو علي الحسين بن حامد النيسابوري قال سمعت أبا عبد الرحيم الجوزجاني يقول كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أسأله فيما كانوا يحتجون ببلادنا قوم من المرجئة وغيرهم من أهل البدع. قال فأجابني في ذلك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها فسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. قال وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الترسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني قال كتب إلي أحمد بن حنبل أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. قال واتفق منها هنا. قال أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتياج ومن يحتاج من المرجئة واعلم رحمه الله أن سنة الدين ليست من طريق أهل السنة ولا تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله منها أو أثر. قال المروذي أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنه فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله وما قصه له القرآن وما عني به وما أراد به وخاص هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما فيكون ظاهرها على العموم فإنما فصلت لشيء بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. فقد تكون الآية خاصة مثل قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وظاهرها على العموم وأن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى. فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرث مسلم كافرا. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم لم يواجهوا قاتلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا فكذلك أحكم المواريث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يقول به الكتاب وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم فقد رأيت إلى ما قد خرجوا. وأما من زعم أن الإيمان بالإقرار أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ولا يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما أقر. قال محمد بن حاتم وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شائعين وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيما ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة. قال المروذي رحمه الله ولا أحسب امرأ يدفع المعرفة والتصديق فكذلك العمل مع هذه الأشياء. قال وقد سأل وفد عبد القيس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال شهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال فجعل ذلك كله من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. وقال أكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال إن البذاذة من الإيمان
وقال الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال مع أشياء كثيرة، منها أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق، ثلاثة من كنا فيه فهو منافق. قال مع حجج كثيرة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة وعن أصحابه من بعده رضي الله عنه. قال ثم ما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع، ثم قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 درهم 5 أنه مؤمن. قال ويلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل عمل أهل الكتاب كله إلا أنه في ذلك يقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. قال وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. قال فإن زعم أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله، هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنهم الإيمان؟ فإذا قالوا نعم قيل هل تجدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس إنما يصلون في ذلك الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان يا أهل، عليك بالتمسك ولا تخدع عنها بالشبهات، فإن القوم على غير طريق. قال المروذي قال أبو علي سألت أبا عبد الرحيم رحمة الله عليهم جميعا في أي سنة كان ذلك؟ قال في سنة 20 و200. طيب هذا الإسناد في هذه الرسالة يعني ابن تيمية سردها جميعا وأراد أن يظهر من أصول المرجئة. قال ابن تيمية وأحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئا واحدا، وهذا ما أيضا ما عرفته الخوارج في هذا الباب أن الإيمان يكون شيئا واحدا، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. ما في الإيمان يعني كحقيقة مركبة كما عند أهل السنة والجماعة يبقى بعضه ويذهب بعضه، لا ما عنده ذلك. وطبعا البعض الذي يذهب لا يؤثر فيه الأصل، يعني لا يذهب به الأصل لكن يؤثر فيه نقصانا. فالمرجئة يقولون لا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ده عدد اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. ولهذا قالت الجهمية أنه شيء واحد في القلب، وقال الكرمية أنه شيء واحد على اللسان، كله وكلهم من البدع والضلالات، وكل ذلك فرارا من تبعض الإيمان وتعدده. وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار، وقال إن من جحد المعرفة والتصديق قد قال قولا عظيما، فقد قال قولا عظيما. وحقيقة الأمر في هذا الباب لابد أن تعلم بأن المرجئة من أضل خلق الله تعالى، وعندما يحتجون بالآيات يحتجون بعام نعم على خاص، ولا يصح الاحتجاج بالعام على الخاص حتى تأتي قرينة تثبت أن المراد به الخصوص، وأيضا يحتجون بالعمومات التي تدل على أصول معينة. عليكم السلام، على أصول معينة، لذلك كان أهل السنة والجماعة تصدون لهم في ذلك، ويقولون وإن كان القرآن حمالا فلا بد من استخدام السنة. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب يناظر الخوارج، قال حجهم بالسنة، حجهم بالسنة، فإن القرآن حمال، وهم يتمسكون ببعض الآيات التي قد تشير احتمالية واردة. نعم الاحتمالية واردة، وهذه الشبه التي قال عنها الله جل في علا بأن أهل البدع والذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
نشوف هنا أيضا فيها الأدب عند الدعاء وعند يعني فيها مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى الراسخين أهل العلم، من أهل العلم لا سيما في مسائل الاعتقاد، لا سيما في مسائل الاعتقاد لا يمكن أن يجهل، يعني لا يمكن أن يكون في مسائل الاعتقاد الرجوع فيها إلى الوعاظ أو إلى الأئمة المتصدرين أئمة للناس، لا بد أن يكون الأمر فيه ما فيه من الإتقان في الباب والرجوع إلى الراسخ، لأن الراسخ هو الذي يصل معك إلى عمق المسألة لتعلم ما بها. نعم، فهنا من الأدب أيضا أنك إذا سألت أن تسأل بأدب ولطف وتدعو للمسؤول، ومن الأدب أيضا عندما يرد عليك المسؤول أن يكون ممن يقربك إلى ما يرضي الله جل وعلا بأدب ولطف أيضا في هذا الباب. هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رائع البيان، أن تبدأ بما بدأ به الكتاب وتثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شوف قال أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء ورحمك. وشوف هنا قال وما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، اعلم رحمك الله، هذا من الأدب، وعلى المرء أن يقول ذلك، وعلى المرء أن يكون كذلك، ويدعو لكل من يعني يسأله ويستفتيه، سواء دعا له في أول الإجابة أو دعا له في آخر الإجابة، لكن هذه من الآداب التي يتمثل بها أهل الفضل والكرم والعطاء وأهل العلم والمتقنين والراسخين في الدعاء للناس، لأن الأصل أنه لا بد أن يكون يعني لا بد أن يكون من يعني في هذا الباب أن يكون رحمة للناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عنه الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانظر وهو يقول له أيضا كتب إلي محمد أحسن الله علينا وعليك في الملك وسلمك وأنا من كل سوء برحمته، واتفقنا ما هنا أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر فيه احتياج المرجئة، اعلم رحمك الله، أداب راقية جدا لا بد أن نتأدب بها، اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناه أو معنى ما أراد الله عز وجل. وقال المروزي هو أو أثر عن أصحاب النبي أعطاه قوة وقاعدة كلية أن القرآن يفسر بالسنة، وعليك ألا تأخذ الكلام يعني على عواهني، وعليك أن تكون ممن فعل ذلك، ممن قرن السنة بالقرآن. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا عليك أن تقول بقول الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. طيب هنا أقول في الإمام أحمد يعطي قاعدة كلية هي أعظم القواعد كلية، أن القرآن تفسيره لا يكون إلا بالسنة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن فدا قرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. وقالوا أنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فهم ماذا يفعلون؟ يأتون ببعض العمومات لإغراء العوام. هم ما يريدون أن يحتجوا أمام أهل السنة بما يحتجون به، لأنهم يعلمون يقينا أن حجتهم باهتة، لكنهم يريدون التغرير بالعوام كما يفعل الشيطان، كما قلنا الشيطان له وله ما له من الشبهة التي يتمسك به. قال الله تعالى إن الشيطان يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم فإنكم يعذر. فيكون الأمر أننا اتبعناهم فيما هم فيه. فيأتون وطبعا أصلا مضروبين، هم من أهل البدع، يموتون من كثر من شدة الضغط عليهم كالمرجئة هو الآن. شوف أحمد كان يجدد عليهم شيئا، هم يبغضون أحمد جد. لما؟ لأنه يظهر بدعهم ويفشي ما يخفون ويضرب عليهم بيد من حديد من أجل أن تبقى العقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، بيضاء نقية. ولذلك مثل في قوله يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، قال ظاهر على العموان وإن من وقع عليه اسم الوليد فله ما فرض الله تبارك وتعالى. رضي الله عنك يا شيخ أحمد، الله يجمعنا وإياك على خط النبي صلى الله عليه وسلم، نسير سيره ونعمل بما عمل السلف، ولا يمكن منا أحدا بحال من الأحوال، واجعلنا ممن ينظر إلى الأعالي ما ينظر إلى النزول. فجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم،
فقلنا لو كان الولد كافرا لا يرث أو خصص منه الآن. وأيضا العبد لا يرث لأن ماله ذاهب إلى سيدي خلافة لابن حزم يقول يرث. فخرج أيضا خرج من ذلك وليس بوارث. لذلك قال وجب علينا أن نعلم بأن المسألة بأن عمومات الآيات لابد أن تنظر إليها مع وجود السنن. عمومات الآيات لابد أن تنظر معها مع خصوص السنن أو مع عموم السنن. والسنن تفسر هذه تفسر لها. ماتت خلاص ماتت راحت تغريدة راحت ماتت أمها هي السبب. شوف قال في وفد عبد القيس قال شهد تأدرون ما الإيمان، فبين الإيمان هنا بالأعمال، ومع ذلك أن الأعمال الصالحة من الإيمان، مع ذلك أن الأعمال الصالحة من الإيمان. لذلك كانت هذه الأعمال هي التي يأخذها يعني أو التفسير الذي يأخذه المرء من كتاب الله جل في علاه بالسنة. وقال الإيمان شعبة، الحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبه الآن. وقال أيضا أكمل من الإيمان أحسنهم خلقا، من الأخلاقيات فيها ما يرتبط بالأعمال الظاهرة في هذا الباب، فيرتقي المرء بذلك إلى العمل. كل ما أتى به شو إن البذادة من الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى أعمال جوارح الآن، وأرفعها قول لا إله الله. فأراد الإمام أحمد أن يبين بالأدلة الناصعة الظاهرة المتوافقة المتضافرة بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، بل وعمل أيضا بالجنان. ورجال قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا كاملا، هذه كلها أعمال كلها أعمال. وهو الذي أنزل السكينة في قلوبهم لا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ثم قال المرجئة لا يقولون بذات الإيمان ولا بنقصانه هم يجعلون شيئا واحدا. قال يستنق الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كلها أدلة تدل على ذات الإيمان. فمنهم ما يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، نعم إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا أمروا، وهذا عمل قلب أيضا في هذا الباب، ونفي الريبة اليقين. فإن تابوا أقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، جعل الإخوة في الدين مرتبطة بالصلاة عمل ظاهر وبالزكاة عمل ظاهر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا كله فيه الرد على المرجئة في مسألة الإيمان الذي جعلوه الإيمان هو مجرد الإقرار، وبعضهم طبعا تعالى في الضلال وجعله مجرد القول باللسان كالكرامية، وبعضهم قال بأنه المعرفة كما قالت الجهمية، وهذا كفر مستقل فهنا الإمام أحمد يعني شوف يبتدئ برحمك الله، ثم بعد ذلك يبين الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يتبعض ليس شيئا واحدا. والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، يذهب كله أو يبقى كله، هو عندهم يبقى كله، ما فيش شيء اسمه هذا، لأنهم عندهم قاعدة ضلالية تقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، لابد أن ننظر إليها في التعامل مع أهل البدع والضلالات. عندنا الآن كثير من أهل البدع والضلالات يختفون حول هذه الكلمات ويحسبون أنهم يحسنون صنع، يحسبون أنهم بذلك يعني أنهم ينطلي أقوالهم على المتقين من أهل العلم، وشتان شتان بين أهل العلم وبين أهل البدع والضلال، ونحن لهم بالمرصاد. شوف هم يموتون الآن، يدخل كل واحد منهم يتكلم، طب أنت الآن يعني تلبس العمامة، طب أنت الآن تلبس العمامة السوداء، طب أنت هم ما يجدون شيئا. العلم قتلهم، قتلناهم علميا، بينا أنهم فراغ وخواء، وأنهم على جهل وضلال، وأنهم يدلون الناس بما يفعلون، وأنهم فتحوا الهويس، فتحوا كل أبواب ذرائع الشرك، مع ذلك ما يستطيعون أن يردوا علميا. بينا أن الأئمة الأربعة براء منهم وهم يتمسحون فيهم، ما عرفوا أن يفعلوا شيئا. فبقى يدخل بقى كل كسير وعجير ورفيدة وحسيدة، وكل بقى يدخل الآن يستطيع يحاول كان أن يعني أن يسيء، لكن بطريقة بشياكة يعني، وهي خلصانة معهم بشياكة كما يقولون. أخونا الجزائري بيقول شيخنا مسألة أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأقوام يقولون الأولى السكوت على هذه المسألة، ثم يقولون هي ليست معقد. هذا كلام فيه حق وفيه ضعف وجهل. أما الذي حق فيه نقول نحن لا نثيرها إلا إذا أثارت، وإذا أثارها أحد فلا بد يعني من بيانها. وهذه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّنها، يعني سلم ما أثارها ابتداء، لكن لما أثيرت بيّنها. قال الرجل أين أبي؟ قال أبوك في النار.
فرجع الرجل مشى مغضبا فقال أتوني به، فجاء فقال إن أبي وأباك في النار. أقالها هو أثارها النبي، لو كان السكوت عنها أولى كما يقول، فإذا لما سكت لما لم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يسكت عنها؟ السؤال المطروح، لما لم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ثم قالوا هي ليست من العقائد، هذا جهل، الذي يتكلم بذلك جاهل، لأن هذه المسألة يترتب عليها الولاء والبراء، ويترتب عليها أيضا الجزم بمن في النار ومن في الجنة، فلابد أن نفهم هذا، أليس هذه من الولاء والبراء؟ ها؟ أليس فيها أننا نبغض من يبغضه الله جل وعلا، وكل من في النار يبغضه الله جل وعلا، فنظر أننا نبغض من يبغضه الله جل وعلا، ونحن ما جئنا نتلسن ونتكلم في كل مجلس، نتكلم عن الأمر كأننا يعني نفض المجالس كما يقولون أو نتسامر، فهذا جهل. نعم 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 أحمد الصلاة، تفضل رضي الله عنك ويسر عليك أمرك وزادك الله أدبا. فمن كان عنده علم في هذا الباب فليتعلم، يعني يسمع أجبتك أيها الجزائري عن ذلك. أولا الفوائد من أضل خلق الله المرجئة، الإيمان قول وعمل، وهو حقيقة مركبة وليست شيئا واحدا. ضلال القوم أنهم ينظرون بعين عوراء، هذه الفائدة الثالثة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.